بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My dear students, grade 6. هاي، أخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا دايماً بخير. Today, إن شاء الله, we'll complete lesson 1, unit 3, oxygen gas. In the last session, خدنا إيه؟ خدنا الـ half بتاع الـ oxygen gas. Lesson, half a lesson of oxygen gas. خدنا امبارح في الليسون بتاع الحصة اللي فاتت نص درس الأكسجين جاز. Today إن شاء الله we will complete the lesson أكسجين جاز. أي questions يا شباب؟ قلنا بنكتبه في الشات وآخر 10 دقايق هشوف الشات بتاع حضراتكم وأجاوب على أي questions أنتوا عايزين. تمام؟ أوكي، نفتكر كده الأكسجين جاز أخدنا فيه إيه؟ خدنا فيه افتكر كده الاكسجين جاز خدنا فيه السيمبلز بتاعته اللي هي O2. الاستراكشر consists of two oxygen atom. فالمليكيول اوف اوكسجين consists of two oxygen atom. خدت الستيت بتاعته ايه؟ جازس ستيت. اوكي، خدت ايه كمان يا مس؟ خدت السورس بتاع الاكسجين. قلت المين سورس اوف اوكسجين از جرين بلانت during photosynthesis process. اوكي، طب خدت ايه يا مس كمان في الاكسجين جاز؟ خدت في الـ preparation of oxygen gas in lab. قلت باي، لو حد كان فاكر preparation بتاعته ايه يا شباب؟ Yes, by the composition of hydrogen peroxide in presence of manganese dioxide. In presence of ايه؟ manganese dioxide. اوكي، ده اللي اخدته الحصة اللي فاتت. وخدت الفوليوم بتاعه كام؟ 21% فوليوم والفوليوم اوف اير. اوكي، طب يا مس، وخدت الاتموسفير، الامبورتنس بتاعت الاتموسفير، قلت الاتموسفير عباره عن ايه؟ ميكشرز اوف ديفرنت جازز سراوند ذا ايرث باي ذا افكت اوف جرافيتي. توداي ان شاء الله ويل كومبليت ذا ليسون 1 اوكسجين جاز. اوكي، هاخد ايه يا مس؟ في نوتس كده قبل ما ادخل على البروبرتيز بتاعت الاكسجين اللي هي ايه يا مس النوتس ديت؟ اللي هي حضرات قال ان الاكسجين was discovered in China in 800 BC يعني قبل الميلاد، يعني الاكسجين ده كان اكتشف في الصين في من 800 سنه قبل الميلاد. Then it was rediscovered by Joseph Priestley in August 1774. في ساينتست اسمه جوزيف دوت اعاد اكتشاف الاكسجين في August 1774. Antoine Lavoisier gave it name oxygen in 1778. طب مين هم ازاي مس عملوا ديسكفر؟ يعني انا عايز افهم يعني ايه يعني؟ هو كان قالوا ان في جاز الانسان ما يقدرش يعيش من غيره. الجاز ده بقى ما ادلوش النيم بتاعه، يعني هم عرفوا انه في جاز موجود في قلب الاير الانسان والكائنات الحيه ما تقدرش تعيش من غيره. هم مين اللي قالوا كده؟ دي التشاينيز. جه بقى جوزيف بريستلي سنه ايه كام يا مس؟ 1774 عمل ريديسكفرد الاكسجين جاز. برضه ما قالش ايه، ما ادالوش النيم بتاعه كلمه اكسجين، قال في جاز help in respiration of all living organisms وان الانسان ما يقدرش خالص يستغنى عن الاكسجين ده اللي هو الجاز ده، بس النيم بتاع اكسجين مين اللي اداهوله؟ قال لي انطوان لافوازير. انطوان لافوازير اداه النيم بتاعه كلمه اكسجين امتى يا مس؟ 1778. طب دي يا مس ممكن تجينا في الامتحان كوتشن؟ maybe. اوكي، يعني الساينتست النيم بتاع الساينتست ممكن يجي لي كويتشنز في الامتحان؟ maybe، ما اعتقدش انها صعبه يا شباب. اوكي، طب قال لي ايه تاني يا مس؟ قال لي ايه؟ ندخل بقى على البروبرتيز بتاعت الاكسجين. قال لي عشان تعرف to discover البروبرتيز اوف اكسجين to explore the properties of oxygen gas, get glass beaker and cylinders filled with oxygen. هجيب cylinder
في EMS oxygen. Okay. وي هعمل ايه؟ then carry out the following activities. وهعمل شوية activity كده في كل واحدة فيهم عشان توضح لي منهم من ال activities ديت اللي هي ال properties of oxygen. Number one. Take a cylinder filled with oxygen and test its color and smell. أشوف كده السلندر contain oxygen gas. بص عليه. دي color؟ No. دي test؟ No. دي smell؟ No. So it has no color or smell or test. No color or smell or test. طب رجع قال لي يا مس. دي وحاجة التانية يا مس قال لي turn cylinder filled with oxygen upside down and container filled with a water. أنا أجيب container في water وي حط في سلندر contain oxygen يعني يكون oxygen ودي ايه water. ايه اللي هيحصل يا مس؟ your observation. قال very little amount of water rises in the cylinder. في little amount. Little amount. سوري معلش نمسح شوي كده. Yes, yes, yes. Little amount. Of water in a oxygen. Of water. Very little amount of water rises in cylinder and it doesn't reach the normal level of water in the container. And a normal level اهو. ده normal level بتاع الكونتينر بتاع الوتر in container. Okay. لكن الووتر اللي هيدخل هنا في السلندر little amount. Okay. طيب يا مس. Activity 2-3. Insert burning fragment burning match in a beaker filled with oxygen. أنا عندي نفس البيكر بتاعي اللي filled with oxygen اللي أنا جايباه وبعدين أجي أنا أعمل فيه إيه يا مس؟ قال لي أحط فيه burning match. burning mean match. دي oxygen وديت الايه ال burning match. طب علي ايه يا مس؟ علي ان ال burning fragment glows more when it's blazed in the beaker. يعني ليه increase in light. okay glows more the when glows more يعني increase in ايه in light. يعني fire increase بس حاجات يعني بسيطة fire increase. okay number four a turn beaker filled with oxygen over another beaker contains water. أجيب أنا beaker في oxygen وأحطه على beaker تاني في إيه air عند air وده oxygen. قال لي what happened لأن الإيه الأكسجين heavier than air so replace it. يجي مكان الاير so replace it. Number two, insert burning fragment burning match in upper beaker than the lower beaker. And the burning fragment glow more in lower beaker only because the oxygen replaces the air in lower A beaker. كل دي activities أنا بعملها. عشان اطلع منها البروبيرتيز بتاعت الاكسجين. طب الاكتيفيتيز دي يا مس بيجي لي سؤال كويشن في الامتحان؟ نو. لا يجي لي بقى الكونكلوجن اللي هيطلع من البروبيرتيز دي. سوري من الاكتيفيتيز دي. والكونكلوجن ده هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن البروبيرتيز اوف اكسجين. الانسيرت لايتد ماجنيزيوم ريبون. شريط المغنيسيوم ان سلندر فيلد وذ اكسجين. ده هيتعمل لكم يا شباب في المعمل الاكتيفيتي ده. وهتشوفوه. اوكي؟ في شريط اسمه شريط المغنيسيوم ده هاجي اعمله بيرنينج مع الاكسجين ابص ليه يطلع لي وايت موتر. اللي هي الاكسجين مغنيسيوم اوكسيد. مغنيسيوم اوكسيد. لان المغنيسيوم مع الاكسجين هيديني مغنيسيوم اوكسيد. اللي هي عباره عن وايت موتر. اي موتر في الدنيا بتبقى عن الاكسجين تديك ايه بلاك سبستانس او بلاك ماتر ما عدا المغنيسيوم ريبون ده بيجي مع الاكسجين ويديني وايت ماتر. With some iron nails with water and leave them for several days in humid atmosphere. اجيب some iron nails واسيبهم شويه كده في مع الووتر والاير
ابص بعد 4 days several days الاقي ان الاير نيلز بيكم ايه راست اند لوز ذير ميتاليك لاستر. اوكي يبين ايه الكونكلوجن اللي هنا ده الاهم بقى ده الكلام المهم. اوكي قال لي from the previous activities we can conclude the properties of oxygen as follows. اوكي نمبر 1 الاكسجين is colorless tasteless and odorless colorless tasteless and odorless ده الاكسجين colorless يعني no color no taste no odor no smell odor يعني smell. Okay. No color, no taste, no smell. يعني colorless, tasteless, and odorless. Number two, the oxygen is rarely dissolves in water. يعني rarely dissolves in water. So it collected by, فاكرينها شباب لما قلناها امبارح? Yes, collected by downward displacement of water. Downward displacement. Of a of water downward displacement of mean of water يبقى الاكسجين collected by downward displacement of water because the oxygen scarcely dissolves in water or rarely dissolves in water. 3 الاكسجين doesn't burn but it helps in burning doesn't burn but it helps in burning. Number 4 الأكسجين is heavier than air. Heavier than air. Oxygen is heavier than air. So it replaces air. So it replaces air. ودي يا جماعة من نعمة ربنا علينا. إن هو heavier than air. It replaces air. عشان إحنا يوصلنا الأكسجين حوالينا ويكون ونقدر إن إحنا إيه؟ نعمل respiration. أوكي؟ فتخيلوا بقى لو كان الأكسجين lower than the air كان زمانه above والاير تحت احنا كده هنتنفس no. فعشان كده الاكسجين is heavier than الاكسجين heavier than air so it replaces air. طيب الاكسجين combines with lighted magnesium for magnesium oxide اللي انا قلت لحضرتك عليه اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن الوايت يبقى الاكسجين الاو اللي هو الاكسجين plus magnesium ribbon اللي produce AMS produce magnesium oxide magnesium oxide والمغنيسيوم اوكسيد ده عباره عن AMS عباره عن white matter عباره عن white matter. اوكي نمبر 6 الاكسجين has the ability to combine or unite directly with most elements forming oxides يعني element plus oxygen element plus oxygen produce element oxide element okay element oxide يعني iron plus oxygen produce iron oxide okay magnesium plus oxygen produce magnesium oxide. Oxygen has the ability to combine directly with most element forming oxides. Okay, شباب بنعرف البروبرتيز بتاعت الاكسجين مين؟ Number one, colorless, tasteless, odorless. Okay. Number two, scarcely dissolves in water. Three, it doesn't burn but helps in burning. Four, heavier than air, so it replaces air. Five, oxygen combines with lighted magnesium to form magnesium oxide, which is a white matter, which is a white matter. And oxygen has the ability to combine directly with most elements forming oxides. Forming what? Oxides. We will take examples here. Element plus oxygen produce element oxide. Okay? دي البروبرتيز اللي انا عملت لك كونكلود من الاكتيفيتيز اللي فاتت يا شباب. طب البروبرتيز دي مثل لازم حفظ الصم. اوكي؟ طب عندي في تو
definitions كده شباب as direct combinations between the oxygen and most of element. في two reaction للأكسجين, two ways للرياكشن بتاعت الأكسجين. انت قلتي يا مس ان الإليمنت بلس الأكسجين بروديوس إليمنت إيه؟ إليمنت أوكسيد. أوكي. الأكسجين combines with elements in two ways. In two ways. يعني الإليمنت with بلس الأكسجين, الأكسجين بلس الإليمنت by two ways. أو بيعمل رياكت مع الإليمنت by two ways. يعني الأكسجين عندي بيتفاعل مع الإليمنت بتو ways. أول حاجة أكسديشن. أول حاجة مين؟ أكسديشن. أول طريقة first way أكسديشن. Second البيرنينج أور كومبشن. البيرنينج أور كومبشن. أوكي؟ عندنا الأكسجين combined with elements in two ways which are أكسديشن to burning. طب انا عايزه اتعرف على الاكسديشن يا مستر وعلى البيرنينج. اوكي الاكسديشن it is a slow combinations between the oxygen and element in presence of moisture or moist air. Moist air يعني الهيوميد اير, يعني الاير بلس الووتر. اير بلس الووتر in presence of humid air. يعني ايه humid air يا مس؟ يعني اير بلس ووتر فيبر. اير مع الووتر فيبر او الووتر. يبقى انا هنا لو جيت اقول الاكسديشن عباره قال عشان يحصل اكسديشن لازم يكون الاليمنت وذ اليمنت الاكسجين اند اليمنت ان بريسنس اوف اير اند ووتر. ان بريسنس اوف مين؟ اير اند ووتر. على الاكزامبلز ايرن راستنج. ايرن راستنج ذا افكت اوف ايرن راستنج الاكسديشن بقى. طب الاكسديشن ده مش Lee harms, yes. And the effect of iron rusting or oxidation, the iron rusting causes corrosion and damage of iron. Corrosion, يعني corrosion يمس يعني التآكل. The iron rust that causes corrosion and damage of ironware as bridges, pillars, and ships' pillars. يعني ايه بس الهياكل بتاعت البريدجز او بتاعت السفن يا شباب لو ايه لو حصل لها اوكسيديشن لانها ميد اوف ايرن. البريدجز مود اوف ايرن. البلارز بتاعت البريدجز مود اوف ايرن. حصل لها اوكسيديشن يا مس يحصل ايه؟ اللي كوزز كروجن اند دامج. كوزز كروجن اند دامج. اوكي طب هاو تو avoid iron rusting. قال لي في methods to avoid iron rusting. Number one قال لي isolating the ironware with bents. Isolating يعني بعزلها. هي العزل ال ironware with bents to protect them from rusting. To protect them from rusting. Okay. يعني عندي names. انت قلتي لي ان الاكسجين رياكت وذ الاليمنت باي تو ويز. الاكسجين رياكتس وذ اليمنتس باي تو ويز. الفيرست واي الاوكسيديشن. واتس ذا مين باي اوكسيديشن؟ مهمه جدا يا شباب برضه بتيجي ساينتفك تيرم. قال الاوكسيديشن اتس سلو كومبينيشن بتوين اوكسجين اند ان اليمنت ان بريسنس اوف اير اند ووتر. اللي هي الهيوميد اير يعني ان بريسنس اوف اير اند ووتر. Examples of oxidation are iron rust. What is the effect of iron rust? What is the harm of oxidation? Oxidation rusting causes corrosion and damage of ironware as bridge pillars and ship's pillars. Okay? A method to avoid iron rusting, number one, isolating the ironware with bents. Isolating the ironware with bents. Give reason. Give reason. Ali, to protect them from rusting. To protect them from rusting. وانا بعمل isolating ليه او بعمل bents ليه يا مس للبرجس والشيبس. Ali, to protect them from rusting. طب يقول لي what happened with? What happened when? What happened when
ال bridges pillars is rusting أو ال iron is rusting اللي causes corrosion and damage of iron wire causes corrosion of and damage. Okay. طب the second way ال burning انت قلتي يعمل oxidation slow. أمال burning يا بس أو combustion. The second way مين يا مس؟ الأكسجين react with element by two ways. قلت the first way الأكسديشن. قلت الأكسديشن slow combination between the oxygen and element. أمال يا مس ال burning أو combustion عبارة عن rapid يعني fast يعني union combination between الأكسجين fast combination between oxygen and element producing the heat and the light. الجنس بتطلع لي ايه وايه؟ بتطلع لي heat and light. Okay, examples ليها ال burning of a piece of wood or a piece of cleaning wire. Examples of a piece of food. Okay, طيب. The effect of combination process. انت يا مس دلوقتي قلت لي على الافكت بتاعت الايرن راستنج وقلت لي ان هي causes corrosion and damage. اوكي طب هنا يا مس الافكت بتاع الكومبينيشنز قال لي الماس اوف element increases after combination. هاو زي مس يعني الماس بتاعت الاليمنت جيت اعمل لها بالانس الاقيها حصل لها increase after combination. بعد ما عملت لها burning على طول ابص الاقي حصل لها increase في الماس بتاعتها. Ali to show the mass of element increases after combination with oxygen. غير combustion. تعالوا كده نعمل activity كده عشان نعرف يا شباب. Bring two poles of cling wire having the same mass. Okay. Okay. ادي مين يا مس؟ ادي two pole من مين؟ Equal. Okay. يعني the same equal, okay? Have two poles of cleaning wire having the same mass. Number two, by using a pair of tongs, put one pole on the flame, okay? حط واحدة فيهم في الفلام. أعمل هنا إيه؟ دي burning. دي هتبقى فيها burning بقى كده يا شباب. في الأول جبت two poles من الكليننج واير، بعدين حطيتهم فيه على البالانس. ده عندي ما اتاكدت ان الماس بتاعتهم الاثنين ايكوال. بعد ما اتاكدت ان الماس بتاعتهم الاثنين ايكوال هاخد واحده منهم واعمل لها ايه؟ بيرنينج. وبعدين when the inner part of the pole becomes red put it an aluminum plate until it extinguishes. يعني بعد ما ده خلاص مره جامد بقى وولعت خالص كده اعمل ايه؟ become red او انا جاي واخدها ومحطاها في بليت من الالومنيوم عند ما تبدا تطفي. Compare between the mass of the burned bowl and the other bowl using balance scale. Using mean balance scale. هاجي بقى اخدها واجيب التانية اختها قصادها اللي انا مش ولعتها ومحطاهم على البالانس سكيل وابدا ايه يا شباب اعمل لها بالانس عشان اشوف الماس قد ايه. يعني كنت جايباهم الاول ايكوال وبعدين اخدت واحدة فيهم عملت لها burning وبعدين رجعت تاني عملت لهم ايكوال هلاقي ايه؟ الاوبزرفيشن بقى قال لي الماس اوف بيرنت بول از ذات اوف اذر ار بيرنت بول. هلاقي الماس بتاعت اللي انا عملت لها بيرن الشباب اللي انا عملت لها بيرن اللي انا ولعتها هتكون اكبر من الماس بتاعت مين؟ اللي انا سبتها زي ما هي. عن طريق مين اللي ثبت لي ده يا مس؟ البالانس. فاكرين الكومان بالانس اللي انا حطيتهم فيه؟ اوكي. الكونكلوجن بقى اللي هنا قال لي the mass of an element increases after combination with oxygen. إن الماس بتاعت ال element increases after combination with oxygen. Okay. The cleanest wire, the cleansing wire burns quickly. And the clean wire burns quickly because the outer surface of the wire is large enough to react with oxygen forming the iron oxide. Only when you burn bowl of cleaning wire strongly it mass increase. لما اعمل burn للiron wire ايه اللي هيحصل له؟ بقى ليه الماس بتاعته increase؟
اللي بيكوز الاكسجين دي يقول لك جبريز. اوكي اللي بيكوز الاكسجين كومبايند ويز ايرون فورمينج ايرون اوكسايد whose mass is higher than that of iron only. يعني لما كانت لوحدها يا شباب كانت ايرون بس، صح ولا لا؟ طب لما عملت لها بيرنينج اتحولت ليه؟ لايرون اوكسايد، لايرون اوكسايد. فطبعا ده عمل ايه؟ انكريز للماس، انكريز للماس. اوكي دي بقت ايرون بس، دي ايرون اوكسايد، فبالتالي حصل انكريز للماس. ده كله عن طريق ايه يا مس اللي ثبته لي؟ البالانس، كومن بالانس ده او بالانس سكيل. البالانس سكيل ده هو اللي ثبت لي الكلام ده. طيب يبقى انا كده البروبرتيز بتاعتي خلصتها، بتاعت الاكسجين، وعرفتي فيها ان الاكسجين كونسيست البروبرتيز بتاعته اي ام اس كولورلس تيستلس اودورلس. نمبر 2 هيفير ذان اير سو ات ريبليس ات. 3 دازنت بيرن بت هيلبس ان بيرنينج، بت هيلب ان بيرنينج. نمبر 4 الاكسجين از كومبليتلي ديزولفز ان ووتر سو كولكت باي داونورد ديسبليسمنت اوف ووتر. React with magnesium to form magnesium oxide. وتعرفت على الاكسديشن، قلت ان هي slow combinations اما between oxygen and the element in presence of air and water. وخدت examples of oxidation iron rust، وقلت ان iron rust causes AMS، causes A iron rust yes corrosion and damage. So they will must be bent the iron wire, must be bent the iron wire to protect them from a rusting. بعد خدت البيرنينج، قلت البيرنينج عباره عن rapid or fast combinations between مين ومين؟ الاكسجين and the element to reduce heat and light. ورجعت قلت يا مس examples اللي هي البيرنينج of paper, burning of wood and so on. واخدت في البيرنينج ان هي الدمج بتاعتها ان increase the mass after burning, increase mass of element after burning. وعرفت ازاي ان هي increase the mass of element after burning؟ قلت ان انا جبت البالانس و تو بول اوف واير وعملت لهم بالانس، بعدين عملت واحده فيهم بيرن، وبعدين رجعت الثانيه وزنتها لقيت اللي حصل لها بيرن بقت ايه الماس بتاعتها more than mass of unburned. قلت ان دي formation of iron oxide. اوكي ندخل بقى على importance and uses of oxygen. الحصه الجايه يا شباب هيكون في exercise على درس الاكسجين. اوكي الimportance and uses of oxygen. الاكسجين is important for human and all living organisms as is used in respiration and combustion. Respiration yes and combustion of food inside living cells energy necessary for all vital processes. لانه بيعمل burning للfood inside the cell to produce energy necessary for all vital process. Formation of water. The oxygen used to formation of water. Where the water molecule H2O, the water H2O, is composed of one oxygen atom combined with two hydrogen atom. One oxygen atom مع مين يا شباب؟ مع two hydrogen atom. The oxygen gas forms the ozone layer. دي النقطة الثالثة. That الأكسجين. الأكسجين جاز شباب، الأكسجين جاز forms ozone layer. خلي بالي من الحتة دي، forms ozone layer. Okay in the atmosphere that protects the earth from harmful radiations that come from the sun. Ozone molecule O3 is composed of three oxygen atoms. أنا عندي الأوزون يا شباب، دي طبقة الأوزون احنا نسمع عنها، وده في الأتموسفير، تتكون من AMS من 3 oxygen atom. السيمبلز بتاعتها O3، يبقى الأكسجين جاز، يبقى الأوزون لير contain oxygen gas. Sorry contain ozone gas. Ozone layer consists of ozone gas. طب أصلا الأوزون ده عبارة عن AMS، عبارة عن 3 oxygen atom. 3 oxygen atom O3. يبقى أنا خدت عندي O وحدها ديت، عندي atom. الـ O2 oxygen molecule. Oxygen molecule ديت oxygen atom. أمال يا مس الـ O3 ozone gas.
الأكسجين is compressed in iron cylinders. Compressed يعني بضغطه في مين يا مس؟ في iron cylinders to be used. ليه يا مس؟ علشان استخدمه في إن mechanical ventilation. Ventilation يعني تنفس صناعي for patients who suffer from breathing difficulties. يعني عندهم مشاكل يا شباب في التنفس. هما يعني بحطوا نفس طونات واستخدمه في مين؟ تنفس صناعي. Mechanical ventilation. And number B, during surgeries, اللي هي العمليات الجراحية. وقت العمليات لازم يكون في موجود الأكسجين، okay? During diving and climbing mountains. ليه يمس climbing mountain؟ أنا عارف الدايفنج لأنه عند الووتر في الأكسجين. طب climbing mountain ليه يمس؟ وأنت بتسلق الجبال ليه؟ يعني because الأكسجين is heavier than air، صح؟ أنا عارف إن هو heavier than air. دي يقول لك give reason على الحتة دي. Okay. قال لي so its percentage decreases when we rise above the earth's surface. يعني حضرتك كل ما نطلع لفوق كل ما الاكسجين percentage بتاعته ايه؟ decrease. percentage او الفوليوم بتاع الاكسجين decrease. اوكي؟ طيب قال لي يا مس اليوسس بتاعته for قال لي combined with acetylene gas to produce oxyacetylene flame which is used for cutting and welding metals as its temperature rises to 3500 degrees Celsius. يعني هي مسألني الأكسجين بيتحد مع غاز اسمه غاز الأستيلين عشان يطلع لي فلام اسمه أوكسي أستيلين. دايما تلاقي اللي هو الراجل اللي بيلحم اللحام بتاع الحدايد بتاع الحديد بقى في كده في فلام كده تلاقيه مسلط الانبوبه كده والفلام طالع الكلر بتاع الفلام ده حتى بلو كنت بلو كده. قال لي طب ليه مس قال لي الفلام اللي طالع ده هو عباره عن اكسيستلين which is used for cutting and welding metals. يعمل cut ولحم ويل cutting يعني قطع ولحم الميتالز المعادن. ليه مس قال لي ان التمبريتشر بتاعته في الفلام ده كام؟ 3500 اوكي. دي اهم الامبورتنس بتاعت مين؟ بتاعت الاكسجين يا شباب. دي الامبورتنس اوف اكسجين. هل في بروبلم كده؟ يعني دلوقتي في مشكله؟ طيب انا جيت يا مس انت بتقولي لي ان الاكسجين جاز از كومبريست ان ايرن سلندر. جيف ريزون او واي. واي. give reason دي بيتكتب على give reason. ليه يا مس؟ ليه الاكسجين gas is compressed in iron cylinder؟ قال لي to be used in mechanical ventilations. يعني ايه mechanical ventilations؟ تلاقي الايه؟ التنفس الصناعي. during surgeries يعني اثناء العمليات. During diving and climbing mountains. During diving and climbing mountains. Okay. يقول لك طب give reason الثاني يا مس. Give reason. GR يعني give reason. قال لي ozone layer is very important for all the life of living organisms. ليه؟ قال لي because it protects the air from harmful radiation that come from the sun. Protects the air from harmful radiation that comes from the sun. طيب نرجع تاني كده للحته اللي فاتت التانيه دي يا مس. انتي بتقولي الاكسجين جاز اليوزز بتاعته ان هو in respiration and combustion. Okay. Formation of water. Water become oxygen. Yes. One hydrogen atom plus two oxygen atom. Composed of one oxygen atom plus two hydrogen atom. H2O. One oxygen atom plus two. Okay. يبقى الووتر consists of
one oxygen atom combined with two hydrogen atom. طب number two في الامبورتنس بتاعت الاكسجين قال لي forms the ozone layer. forms ozone layer. والأوزون layer دي contain ozone gas. والأوزون ديت تمس consists of كام؟ قال لي three oxygen atom. three oxygen atom. O3. O3. طب الامبورتنس بتاعتها ايه يا مس الاوزون ديت؟ يعني مستفيد منها ايه؟ قال لي protect the earth from harmful radiation that come from the sun. دي موجوده طبعا في الاير في الاتموسفير. الاتموسفير اللي هو حواليه ده اللي قلت لحضرتك هو عباره عن different gases. ده برضه different layers. في layer كده فيه في طبقه فيه اسمها اوزون layer ودي بتتكون من 3 oxygen atom. أو contain 3 oxygen أوزون gas. الأكسجين compressed in cylinder to be used يعني بتغطى في اسطوانة استخدمه في إيه؟ إن mechanical ventilation for patients who suffer from breathing difficulties أو during surgeries. قلت لما في التنفس الصناعي أو during surgeries اللي هي خلال العمليات الجراحية. During diving and climbing mountains, because the oxygen is heavier than air, so the percentage decrease. Percentage decrease when we rise above the air surface. آخر حاجة قلت إن combines acetylene gas to produce oxyacetylene flame, which is used for cutting and welding metals. قلت welding metals يعني لحم المعادن. As its temperature rises كام؟ 2-3500. Okay. Okay, شباب. Are you understand? كده بقى finish lesson of oxygen. Lesson of oxygen كده ايه؟ finish يا شباب. خدت فيه symbols بتاعته. خدت فيه الفوليوم بتاعه. خدت فيه ايه كمان يا مس؟ خدت فيه السورس بتاعته. خدت فيه البريبريشن ان لاب. خدت فيه البروبريتيز بتاعته. أخدت فيه MS هي البروبرتيز بتاعته. اوكي شباب طيب نشوف حضراتكم بقى هنا الشات بتاعكم الأسئلة في أي سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ميرسي يا لامار. ميرسي يا حبيبتي. دي أنا دايما فاتحة الكتاب وحابة تشرحي وبعلم على الحاجة المهمة. ميرسي بسنس قوي قوي. ميرسي يا حبيبي. شكرا يا مس شرح حضرتك. شكرا يا ملك. الانجليزي ما بيجيش لي بس هو الانجليزي ما بيجيش لي. مش فاهمه يعني النقطه دي. يمكن يكون في شوفي تبع الجدول وانت هتلاقي فيه الانجليزي. وايه شريط المغنيسيوم يا مس؟ هو شريط ده ان شاء الله في المعمل المس هتعمل لكم الاكتيفيتي ده عملي. بس كده خلص ياس الليسون كده خلص يا محمد. البروسيس يعني العمليات الحيويه اللي جوه الجسم. اوكي منا. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام. لو في وقت ممكن تقولي حضرتك ايه الحاجات الحفظ؟ الحاجات الحفظ هي اولا طبعا انا قايله هو كل الليسون لذيذ وحلو يعني وكله حفظ بس حل تحفظ ايه؟ تعرف الاتموسفير الاستراكشر بتاعت الاتموسفير الفوليوم بتاع الاكسجين 21% ايكوال فيفث. تعرف السورس بتاعته جرين بلانت during photosynthesis process. هتعرف يا محمد كمان هتعرف البروبرتيز بتاعته والأهم حاجة البريباريشن باي ديكومبوزيشن اوف هيدروجين بيروكسايد ان بريسنس اوف منجنيز ديوكسايد. دي أهم حتة. اوكي طبعا البروبرتيز والأكسديشن تعريفه تعريف الكمبيشن ده حضرات عادي يعني انت من كتر الحل انت مش تحفظ انت من كتر حل الكويتشنز هتلاقي نفسك اوريدي حفظت بطريق غير مباشر. انا مش بقولك تمسك كده تصم الكتاب لا 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 مش الكلام ده خالص. انت حضرتك كتر حل الاكسرسايز هو اللي يثبت لك المعلومه في دماغك وهتلاقي نفسك اوريدي حفظت من غير ما اقول لك احفظ. اوكي يا محمد حاضر. اوكي يا حبيبي. مسك بانر بتاعتي بس مش اجيب ازاي ممكن حس لا دي مش عارفه والله يا محمد يعني حاضر خلوهم يبقوا يردوا عليك. الاوزون. اوكي شكرا. العفو يا محمد. I thank teacher. Thanks teacher. Thanks Mayor.
شكرا يا منى، شكرا يا سين، اوكي توكا، شكرا لحضرتك، شكرا حبيبتي، شكرا شكرا يا نجوى، ياسمين، يس ياسمين، ما انا قلت لك انوني مويس ديت، انا مش عارفه الاسم كويس. ميرسي ميرسي. مثل لو يونت 2 ولا لا، عشان دي اول حصه لي، لان جودي دي اول حصه ليا. لو سمحت انا عايزه اعرف وانتوا اخدتوا ايه. احنا خلصنا يونت 1 ويونت 2، واحنا دلوقتي في يونت 3 الاكسجين. بدانا في الاكسجين. ميرسي. يا شباب لو في اي حاجه انا قلت لحضراتكم ممكن تكتبوها وتحت امركم. اوكي اسيبكم كده واقول لكم باي، وان شاء الله اشوفكم على خير السيشن الجاي. هناخد ايه يا شباب السيشن الجاي؟ هناخد ان شاء الله ريفيجن على الاكسجين، يعني كل السيشن هتبقى حل اكسرسايز. اوكي فنجهز نفسنا كده كويس ونبدا ايه يا حلوين، نجهز نفسنا. يلا باي.